ضحية بعدا اللي مشاو ليه جكرارس في المدينة هذه وما داروا لنا التعويضات الاول. انا ضد، انا عايش من الكروسه اخو، معايش والدي ومعايش راسي، ما نسمعش ليهم اخو ولدني الى اخر. اخو تعداو عليا وانا ما عنديش فلوس باش نشري كروسه، وتعداو عليا اخو وداو ليا جكرارس تشري حشومه اخو. انا الوالي اخو تعدى علينا بزاف في المدينه اخو، واخا ما كرهناش حنا يديروا البديل، نشوفوا مدينه الدار البيضاء من نقي وزوينه، ولكن ما داروش لنا التعويضات اخو. يعني ما كاينش البديل، ما كاينش البديل، كنا كنطلب غير بالبديل. احنا بغينا البديل اخو، كنا دايروا معنا البديل اخو، راه مزيانه ماشي مشكل نعاونوهم. حتى حنا راه ما كرهناش الوالي اخو ينقي من ديك الدار البيضاء تكون زوينه، ولكن ما عندناش البديل اخو باش نبقاو مريحين. هما حيدوا لي جكرا راس انا كندور اخو، ولكن اخو ما عايشينش العيشه اللي عايشين حنا، ما عايشينهاش هما، فهمتي ولا لا؟ كانوا ولادهم في بلاصنا راه ما يقدروش يديروا لنا بحال هكا. هادشي راه حشومه وهادشي تعدوا اخو، والله راه كيخلص كلشي. نداو لي جكرا راس، خلاونا كندور اخو، خلاونا لاكري ما عندي. شنو الرساله اللي تبغي توجه للسيد؟ الرساله الاخيره اخو، كنبغي نقول عاش الملك ويرجعوا لي كرا راسي، ولا يعطيو لي اخو فلوس كرا راس ديالي، حيت مول الكروس باقي كيتسنى اخو فلوس. صحيح.